صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة، صباحكم يوم الجمعة اللي كله نشاط وحيوية. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الاثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب فريق عمل البرنامج ويانا. عندنا في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. ها نمر، شو أخبار الجمعة اليوم وياك؟ من زمان ما شفناك، أكيد نشاط وحيوية. إن شاء الله نتمنى كل اللي يسمعونا يكون يوم الجمعة كل نشاط وحيوية، ونحب كل الأيام. أعزائي المستمعين، قبل ما نبدأ فقراتنا لهاليوم، حابة أذكركم أن نحن في برنامج صحة وسعادة، ومثل ما عودناكم دايما نحاول أن نختار لكم المواضيع المهمة اللي تخص صحتكم، ويسعدنا بعد استقبال مشاركاتكم ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم، وأن نوصلها لمسؤولين هيئة الصحة بدبي، كل هذا بهدف إرضائكم وتحسين خدماتنا الصحية. واللي حاب يتواصل معنا نقول دائما حياه الله على أرقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. أما بالنسبة لفقراتنا أعزائي المستمعين لها اليوم، بتكون متنوعة. عندنا في البداية الأخبار الصحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا، وفي فقرة التغذية لهاليوم بنتكلم عن أفضل الأطعمة للبشرة الصحية، وآخر فقراتنا بنخصصها للحديث عن مشكلة ممكن تهم الكثير من الناس، هي مشكلة الدوالي. بنعرف شو أسبابها، طرق العلاج والوقاية منها. أعزائي المستمعين، الكثير منا يشتكي ويعاني من مشكلة الأرق، حتى الأطفال تراهم ممكن يعانون من هذا الأرق. هذا الأرق ممكن يتفاقم إلى اضطرابات في النوم مستقبلا، لكن هل تتوقعون أن الأرق عند الأطفال ممكن أنه يتحسن تلقائيا مع تقدم العمر بالطفل؟ هذا اللي بنعرفه الحين من خبرنا لهاليوم، اسمعونا للآخر. توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن أعراض الأرق التي تظهر في سن الطفولة من المرجح أن تستمر حتى سنوات البلوغ والرشد، وتزيد من خطر اضطرابات النوم عند الشخص بالمقارنة مع أقرانه الذين لم يعانوا منها في طفولتهم. اشتملت الدراسة على أكثر من 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 لـ 12 سنة. تحرى الباحثون بيانات النوم لديهم عند بداية الدراسة، وبعد 7 سنوات ونص لاحقا عندما بلغ متوسط أعمارهم 16 عام، ثم بعد 15 عام لاحقا عندما بلغ متوسط أعمارهم 24 عام. اشتملت البيانات على تقارير الأهل عن نوم أطفالهم، بالإضافة إلى نتائج اختبارات دراسة النوم الذي خضع له المشاركون، واللي يمكن من خلاله تحري جودة النوم وتقييم الإصابة باضطراب انقطاع النفس في أثناء النوم وغير ذلك. المهم، خلصت الدراسة إلى أن 43% من الأشخاص اللي كانوا يعانون من أعراض الأرق في طفولتهم استمرت معاناتهم خلال سنوات المراهقة والرشد، في حين تعافى 27% من تلك الأعراض لاحقا، وتذبذبت الأعراض بين تحسن وتراجع لدى 19% منهم. وبحسب الباحثين، فإن النتيجة الرئيسية لهذه الدراسة هي أن اعتقاد بعض الأهالي بأن أعراض الأرق لدى أطفالهم آيلة للتحسن تلقائيا مع التقدم في العمر هو اعتقاد واهم، وأن لابد من معالجتها باكرا لتجنب تفاقمها وتأثيرها على أداء الطفل مستقبلا. أعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لهاليوم. وفعلا أن الأرق مشكلة مزعجة، فكيف الوضع بالنسبة للأطفال؟ أكيد بيكون شيء مقلق،
عشان شي من المهم أن نعطي اهتمام أكثر لصحة أطفالنا، وإذا لاحظنا عليهم تغيير بنموهم بسلوكهم علينا ما نتجاهله ونطلب المساعدة من المختصين. اللي نقوله الله يبعد عنا وعنكم وعن عيالنا الأرق ويحفظهم يا رب العالمين. الحين أعزائي المستمعين خلونا ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها، وخاصة على صفحات هيئة الصحة بدبي مع الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المتابعين ذات نور دبي. هاي أسماء، شو الهمة في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة خلاص آخر يوم مستانسين ها؟ بعد كم ساعة خلاص تبدأ إجازة نهاية الأسبوع. هي تبدأ إجازة نهاية الأسبوع، ودائما نحن ننصح الأشخاص، حتى الأشخاص اللي ما يقدرون مثلا يعني أو أن طبيعة عملهم ما تسمح لهم أن مثلا يستمتعون بالعطلة كاملة، على الأقل على الأقل يكون عندك بعض النشاطات اللي تسويها اللي تفصل نهائيا عن فكرة أو العمل. يعني سواء خل تليفونك بعيد عنك لمدة ساعتين، أي شيء حتى للأسف تذكرك يعني عيش الكوال عندما ما يقول جودة الوقت صحيح أكثر من يعني ممكن واحد يتم وايد ساعات ما يسوي شيء لكن بعد شيء عمره تعبان. والحين أسمى يعني عندنا وقت شوية، يعني الحين حتى في إجازة نهاية الأسبوع زاد عندنا الوقت، فلازم نستغل الوقت أحسن استغلال، صح ولا شو رأيك؟ صح. فلي نقول أنا مجموعة من الشباب قبل ما نقول لكم نشرتنا الإيجابية لليوم. أول شيء نحب نقول أن اليوم آخر يوم لتقديم الأفكار المبتكرة في هاكاثون مستقبل الصحة. فاليوم يقدرون بس اليوم آخر يوم يقدمون أفكارهم على dhainnovate.bnside.com، بيحصلون الرابط موجود في آخر نشرة لنا في قنوات التواصل الاجتماعي. واليوم هو آخر يوم لتقديم الأفكار، وأيضا الفائزين بيكونون هم عن فئات، لكل فئة الفائز بيكون محصل على 5,000 درهم قيمة فوزة في الفئة اللي هو مشارك أو المحور اللي هو شارك فيه. إنزين عزيزتي أسماء، لو نعطي شوية فكرة عن هذا الهاكاثون شوية للناس اللي مثلا ما سمعوا عنه، ممكن تعطينا فكرة سريعة؟ هي الهاكاثون كانت هي الصحة لمجموعة من الأشياء، كان في مجموعة من الفئات ممكن منهم يقدمون أفكارهم لتطوير، وإن يكون لهم دور في تطوير مستقبل الصحة في الإمارة. الفئات هم ثلاث فئات: فئة الصحة النفسية، وفئة الصحة الرقمية، وفئة الصحة الوقائية. يقدرون يشاركون بأفكارهم، وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة للفوز بهاي المبادرة. نتكلم عن الفئات. الفئة الصحة النفسية هدفها تطوير تقنيات مبتكرة من شأنها تطوير خدمات الصحة النفسية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج. إذا نتكلم عن الصحة الرقمية، توظيف الهدف منها توظيف تقنيات الصحة كالذكاء الاصطناعي والبرامج الرقمية لتحسين جودة حياة الأفراد، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية، وهذا من خلال توفير حلول متماشية مع احتياجات المجتمع. ولما عند الصحة الوقائية هو التغلب بشكل استباقي على التحديات الصحية المستقبلية في مجال الصحة الوقائية، وذلك أيضا من خلال رفع وتحديد الأمراض السارية. فالأفكار لازم تكون محصورة في هاي الثلاث أمور ويكون يقدمونها، ويكون الفوز في مجموعة من المعايير، منها مستوى التفرد، تفرد الفكرة عن الأفكار الأخرى، مستوى مساهمة الفكرة في تغيير نمط العمل، الارتباط والتكامل التام مع استراتيجية هيئة الصحة وتوجيهات حكومة الإمارات، وقابلية تنفيذ الفكرة وأثر الفكرة على الفئة المستهدفة. هاي المعلومات اللي مختصة بهاكاثون مستقبل الصحة. إني عندي شيء ثاني راح يكون إن شاء الله خلال الأسبوع القادم حدث مهم جدا لمعرفة مستقبل الصحة أيضا، وهو منتدى دبي الصحي. منتدى دبي الصحي بيكون يوم الأربعاء والخميس 2 و3 مارس من الساعة 9 الصبح وحتى 4 مساء، وموقعه بيكون في قاعة راشد مركز دبي التجاري العالمي.
ممكن الأشخاص أنهم يسجلون من خلال موقع إلكتروني اللي نحن حطيناه في قناة التواصل الاجتماعي اللي هو dxbhealthform.com. الرابط موجود بدون بس يضغطون عليه ويسجلون. التسجيل مهم قبل ما يحضرون، فنحن ننصح الجميع أن يسجلون في الرابط إذا كانوا حابين يحضرون هذا المنتدى. المنتدى فيه وايد أفكار ومبادرات إذا راح نستعرضها يوم الاثنين القادم في يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء الأسبوع القادم في أيضا برنامج الإذاعي. واني عند رسالتنا لازم نتناقش فيها اليوم دكتورة، أنا أنتظرها يا أسماء، هذه من أسبوع. نقول ساعات قليلة تفصلنا عن عطلة نهاية الأسبوع. يمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تساعدك في التعافي من الضغوطات المتراكمة خلال الأسبوع. حاول أن تجد لنفسك وقتا للراحة، ابتعد عن هاتفك النقال قدر المستطاع، والأهم احرص على أخذ كافي من النوم. وايد أشخاص ما ينامون في الويكند من الفرحة إجازة، يقول ليش نضيع وقتنا النوم؟ بالعكس إحنا نقول أول يوم إحنا نقول أول يوم الجمعة لازم تأخذ كفاتك من النوم، عساس يوم السبت يعني تستغل من الصبح إذا بتطلع رحلة أو بتسوي أي نشاط مثلا، ما تكون تعبان اليوم الثاني. والسهر أصلا الجسم يتعب، مثل واحد ما يحس في البداية إنه يعني مثلا تعبان، لكن التعب يطلع عقب كم من يوم. فنحن دائما ننصح إن أهم شيء إن الواحد يأخذ القسط الكافي من النوم بشكل يومي، حتى لو كان ويكند، على الأقل على الأقل النوم 7 ساعات اليوم، 7 إلى 8 ساعات، أو النوم الكافي حسب العمر. يعني احنا نقول على حسب حاجة الإنسان. مجرد أنت يعني تقعد من النوم تحس عمرك نشيط، معناته أن أنت خذيت كفايتك من النوم، ما تكون تعبان، ما تكون تحس بالكسل. وها طبعا النوم وساعاته تختلف من شخص لآخر وحاجاتنا وحسب الأعمار مثل ما ذكرتي. صحيح، وهذا اللي عندنا، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك عزيزتي أسماء، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة دبي. نتمنى لك احنا بعد يوم سعيد وإجازة نهاية أسبوع سعيدة. نلقاك بإذن الله الأسبوع الجاي. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل باقي فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة، ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا اللي نحبها كلنا، إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414، ومن خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، من المواضيع المهمة واللي تهم الكثير منا واللي توصلنا عليها أسئلة واستفسارات هو موضوع العناية بالبشرة. فنشوف البعض ممكن يستخدم مواد التجميل والترطيب المصنعة، والبعض الآخر يبحث عن المواد الطبيعية اللي ممكن نحصلها في الأطعمة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والعناصر الغذائية الصحية. وهذا هو موضوع فقرة التغذية لهاليوم، واللي بنعرف عنه أكثر مع الأستاذة فاطمة سعيد الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة فاطمة، نورتينا. أهلا وسهلا حبيبتي، نورين وجودكم إن شاء الله يا رب. أستاذة فاطمة، الموضوع اليوم هذا وايد موضوع مهم، وايد تينا أسئلة عليه، كيف نحن نعتني ببشرتنا وشو الأطعمة اللي ممكن تفيد بشرتنا، ونسمع وايد يعني أقاويل والطعام هذا، يعني مثلا هذا النوع من الفواكه مهم للبشرة وهذا يسوي في البشرة يعني كذا وكذا. يعني احنا نبغى نعرف الحين ونوضح للمستمعين، نبغى نعرف أول شيء الفرق بين العناية بالبشرة بالمواد المصنعة وعنايتها بالمواد الطبيعية. هي صحيح، هو بالنسبة للفرق بين العناية بالبشرة بالمواد المصنعة، احنا نقصد فيها الكريمات، الأمصال هاي اللي تنحط على البشرة، كلها على حسب بشرته أكيد بيلقى مثلا في كل مكان هاي الكريمات، لكن لأنها فيها نسبة عالية من ممكن تكون نسبة عالية من المواد الكيميائية ونسبة بسيطة من المواد الطبيعية. أما العناية عن طريق الغذاء والمواد الطبيعية تكون من مواد طبيعية فعلا 100% سواء فيتامينات
مثل ما تفضلتي معادن تتخذ من مصادر الفواكه والخضروات. احيانا المواد اللي هو اول الكريمات هذه ممكن تكون مثلا علاج للبشره من الخارج، اما الغذاء والمواد الطبيعيه تكون من الخارج من الداخل، صح ولا لا؟ صح. يعني زي منها نحطها ككريمات او ماسكات على البشره وتكون مختاره بعنايه وبدقه على حسب البشره، خاصه المواد الغذائيه. وفي منها بعض الاطعمه ناخذها عشان تحفز ماده الكولاجين وتحفز البشره افضل من الداخل. احيانا تكون حتى الكريمات، الفرق بين الكريمات المصنعه ولا الطبيعيه، لان الكريمات المصنعه دخلوا فيها تصنيع كثير، دخلوا فيها بعض المواد تكون احيانا سعرها عاليه يعني او نقول غاليه. صحيح. اما البشره ممكن تحتاجها البشره ويلاقي ان في يعني فيها فرق في تغيير، سواء كان في العلاج مثلا لحد الشباب او كنظاره بس او ك يعني اهتمام وعنايه. اما المواد الطبيعيه تلاقين دائما الانسان اللي ما في يعني ياخذ مواد غذائيه صحيه ياكلها سواء او خذا خلطه تبين عليه بسرعه من الاهتمام بالبشره او العنايه فيها. في النهايه هاي الكريمات يعني احنا ما نقول ان النوع ما يقدر ياخذها، لكن ياخذها في حدود يعني ما ياخذها فترات طويله، لكن ياخذها باستشاره. اما الخضروات او النوع الثاني من العلاج بالمواد الطبيعيه تكون امنه جدا، بس شرط ان هي تختارها بعد ما تكون فيها فطريات، ما تكون فيها بعض المواد او البكتيريا اللي ممكن تضر البشره. في شيء دائما يستخدمون الناس في الخلطات نلاحظها، الماسك الفلاني حطوا عليه ليمون، ماسك نوع معين حطوا بعد عليه ليمون. احنا دائما نحذر الناس اللي يستخدمون الليمون كميات كبيره خاصه في هاي الماسكات، يفضل انه ما يستخدمونها اذا لاحظوا ان في على بشرتهم بقع، لانه ممكن تسبب لهم بقع بنيه على البشره بسبب اختصاص يعني استخدام الليمون على البشره تقصد؟ ايوه، استخدامه مباشره او بعد الماسكات كميات كبيره، لان هاي لها تركيز معين ما تتخذ بطريقه عشوائيه، فاذا خذوها ممكن تاثر على البشره لان احتوائها على زيوت طياره تعمل على زياده قدره البشره على امتصاص المواد الخارجيه الضاره، فبالتالي تسبب الى ظهور بقع مثلا بنيه على البشره نتيجه امتصاص اشعه الشمس لهذا الشيء فيسبب بقع. هذه هي المشكلة اللي هم دائما الناس يعانون منها إذا استخدموا ماسكات فيها كميات كبيرة من الليمون. نعم. ممتاز. إنزين، أنتي ذكرتي إن الأطعمة مثلاً في أطعمة هناك ممكن تعزز من يعني صحة بشرتنا، لو نعرف في هناك قائمة من الأطعمة، لأن احنا نسمع وايد يعني في وسائل التواصل الاجتماعي نسمع يعني انه مثلا استخدام نوع من انواع الفواكه او الخضروات، عطينا بعض الأطعمة المهمة برايك. هاي مثل ما تفضلتي هي أطعمة متنوعة المفروض تكون، سواء كان خضروات أو فاكهة بشكل عام، هاي فيها فيتامينات ومواد، كل ما نوعت كل ما كان أفضل. أما في للبشرة بالذات في أطعمة موجودة حتى في البيت ومفيدة لصحة البشرة، مثل الكيوي مثلا لأنه فيه فيتامين جي وهذا مضاد للأكسدة، يساعد على أن البشرة تنتج بروتين الكولاجين اللي يجدد البشرة على طول ويرطب البشرة بالداخل. عندك مثلا الأفوكادو في فيتامينين، هو فيتامين جي وفيتامين ها، هذا الفيتامينين في مضادات أكسدة يحمون البشرة من أي ضرر أو التهابات. وحتى في بعض الدهون الأحاديه موجودة في الأفوكادو اللي يشتغل عن نتيجة الدهون، هاي الدهون تساعد على امتصاص الفيتامينات الثانية بتاخذها من الخضروات أو الفاكهة، سواء فيتامين ألف أو دال أو ها أو فيتامين كاف، فيستفيد من البشرة أكثر وتوحد بعد لون البشرة. عندنا مثلا الخضروات الورقيه هاي فيها مضادات اكسده في البشره، عندنا الزبادي لان في ماده البروبايوتكس تمنع تطور اي التهابات خاصه عند الناس اللي عندهم حب الشباب او التهاب الجلد او الصدفيه. عندنا الاسماك فيها ماده الانزيم، هاي موجوده عندنا بشكل عام في اجسامنا لكن بعد موجوده في الاسماك، هاي تساعد البشره على التقليل من ظهور التجاعيد وتساعد على تدعيم الجلد نفسه. مثلا إذا كنت عارفين عن مادة يسمونها مادة بيتا كاروتين، وهي تحمي الجسم من أشعة الشمس وتحسن كفاءة النوم، وإحنا دائما نقول البشرة الصحية تكون من النوم الكافي، في نفس الوقت تقلل من الهالات السوداء اللي تحت العين. في مشروبات ثانية كثيرة غير الأطعمة، مشروبات الشاي الأخضر، في مضادات أكسدة، الحليب، فيتامينات دال تساعد على تأخير ظهور التجاعيد. ماي الليمون مثل ما ذكرت، ماي الليمون الشربة ممتاز لأنه يمنح البشرة مظهر أكثر متوهج وحارب حب الشباب ويحمي البشرة من الاحمرار والصفح الجلد بكثافة. عصير القناطر بعد مهم
اللي يساعد على تقليل من البصمات المفتوحة، ويساعد بعد على التخلص من البقع الداكنة. الخيار في التنظيف بعد حروق المضادات، الخيار وايد نسمع عنه يعني، بعد يحطونه على البشرة مثل الشرايح يعني، هاي تنصحون فيها؟ الشرايح ممكن يستخدمونه كتنظيف، تقشير تنظيف يعني، حتى آمن جدا، يحتوي على كمية عالية من الماء، تقريبا 20% من الماء، ويرطب البشرة. صح. بس أهم شيء من ها كله، أنت استخدمت هذا الخيار، هل هو خيار بس تتناول ترميه وتحطه على بشرتك سواء خيار أو أي نوع من الخضروات، ولا يعني يبين جدار ظاهري أنه ما في أي بقع، ما في أي فطريات، ما في أي يعني نتأكد من سلامة الخضروات والفواكه اللي نستخدمها. هي طبعا حتى في أغذية البشرة من الداخل عندنا زيوت مكسرات، بس في من الناس مثلا إذا استخدموا زيوت كميات كبيرة أو المكسرات بالذات هي حلوة، لأن تساعد على أن ترفع مستويات الكولاجين في الجسم، وتساعد تقليل الترهلات ومرونة البشرة. لكن إذا زدتها بكميات كبيرة ممكن ترفع أي شيء في الدهون بشكل طبيعي، بس تكون فوق المعدل الطبيعي، وتسبب لي حبوب وبقع وسدادات في المسامات. فهاي يعني يفضل أنه يأخذها باعتدال. طبعا في أطعمة لازم نتجنبها ولازم نكون عارفينها، أهم شيء الكافيين، لأن الكافيين ممكن يسرع ظهور التجاعيد، لأنه ينشف البشرة. الكافيين سواء كان بالقهوة أو الشاي، عند العصائر اللي فيها سكريات عالية بعد، هاي تساعد على تدمير الخلايا وتسبب ظهور التجاعيد. مثل ما قلت لك المكسرات إذا كانت بزيادة تحفز من إنتاج الدهون وإزداد المسام وتطهر الحبوب. وشو بالنسبة للأطعمة المقلية بعد لها دور كذلك صحيح؟ أهم عيب عندها اللي هي البيتزا، هاي فيها وايد فيها أملاح، فيها دهون مشبعة، بعد ترفع كثافة الدهون عندي، فبتسبب لي مشاكل على البشرة. البطاطس المقلية هاي فيها بعد، خاصة الناس اللي يستخدمون زيت جوز الهند للقلي، وايد ناس يجونا في العيادة معرفة إنه طبيعي وكذا، لكن عندهم مشاكل في البشرة. الشربات الجاهزة بعد فيها نسبة عالية من الدهون، فبس السكر حتى الملح يأثر يدمر الخلايا، لأنه يرفع الضغط في جسم الإنسان، مستوى الضغط بالتالي يأثر على الخلايا. بس في أشياء خلطات بسيطة وسهلة وجدا. إنزين يا ريت لو تعطينا فكرة عنها، لأن إحنا نسمع وايد عن خلطات ويعني ووصفات، ما نعرف إذا هاي الخلطات صحية ولا لا. طيب أسلم شيء يعني لنا حين وأسهل وسهل، مثل بابونج مثلا يا ماي الزهر، هذا حلو مثل ما تفضلتي أنت الخيار، هذا لنا الحين هو واصل الصدارة في تنظيف البشرة وإزالة التجاعيد. يعني هاي أشياء بسيطة، بس أنا كل ما كثرت من الخلطات كل ما أثر على بشرتي، لأن أنا يمكن بشرتي معتدلة، في ناس بشرتهم مثلا دهنية، في ناس بشرتهم مجافة، فلازم يعرفون يعني شو نوع بشرتهم عشان يحددون. بس حق كل البشرات لنا الحين البابونج وماي الزهر حلو. كيف يسوون البابونج في ماي الزهر يعني تخلطونه؟ اول شيء مستوى البابونج اللي هم ياخذونه لازم يكون نظيف، ما يكون يعني مخلوط فيه اعشاب ثانيه. نفس الوقت ينقع مثلا الماء يتغسل وينقع في ماي الزهر، بعدين يتصفى ماي الزهر، ممكن يحطون بطريقه يعني خفيفه على البشره، في الترتيب على البشره تنحط على البشره. ممكن نحطه في الثلاجه شوي يكون بارد بعد يعني يعطي شويه حسن. هي وبعد مثل ما ذكرتي كل ما كان الحفظ أفضل كل ما كان أحسن، كل ما كان الاستخدام في نفس اليوم وما يترك كم من يوم كل ما كان أفضل، لأن احتمالية أن تدخل هاي فيها مواد ضارة فترات طويلة أنت خليتيها محفوظة تأثر على البشرة. صحيح. يعني خلاص أنا الحين برجع البيت إن شاء الله من تبدأ إجازتي بجرب هاي الوصفة. هاي وصفة حلوة جدا، والخيار لنا حتى ما قلت واصل الصدارة من ناحية التنظيف، بس أهم شيء أنا انتقائي للمادة تكون بطريقة صحيحة وتكون آمنة، ما يكون عليها أي نوع من البقع أو الفطريات موجود عليها. ممتاز. إنزين أستاذة فاطمة، قبل ما نختم فقرتنا نبغى منك نصيحة أخيرة لكل اللي يسمعونا. أيوة الحين هو النصيحة الأخيرة، أن الإنسان قبل لا يبتدي في أي نوع من الخلطات يسأل عن نوع بشرته، هذا واحد. لأن أنا مثلا ممكن أستخدم الشوفان مثلا حق تنظيف البشرة الجافة، صح؟ بس ممكن ما يناسب البشرة الدهنية، ممكن ما يناسب البشرة اللي هي المعتدلة، لكن العسل يغذي ويرطب جميع أنواع البشرة. فلازم أعرف نوع المواد الغذائية والبشرة. الشيء الثاني تقشير البشرة، أنا ممكن أقشر تقشير البشرة بشكل بسيط جدا، مثل السكر وزيت الزيتون أقدر أحطه فينظف المسام ويشدها، يساعد على أن يعني ما تتراكم الدهون
على البشرة بس. وفي النهاية حتى النوع الماسك اللي أنا أستخدمه إذا كان طبيعي يكون مدته مدة تقرب الساعة، كل ما بين 15-30 دقيقة يعطينا أفضل النتائج. أما أنا أحطها أكثر عن كذي ممكن يأثر على البشرة بشكل سلبي. أما إذا خليته أقل ثم تستفيد البشرة، إذا أقل عن 15 دقيقة ما تستفيد البشرة. صحيح. وبعد ما ننسى نذكر مستمعينا أن مو بكل وصفة نشوفها أو نسمع عنها نصير نطبقها، لازم صحيح. نعرف هذه الوصفة أو هاي الخلطات على شو تحتوي، ولو إحنا صحيح. نحضرها في البيت بيكون أفضل وايد من إحنا مثلا ناخذ وصفات من تعرفين عن طريق، يعني مثلا في ناس وايد يطلبون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الأونلاين مثلا يطلعون وصفات غريبة عجيبة، فإحنا صحيح. لازم نتأكد منها وما نخاطر نحطها على بشرتنا. صحيح. وممكن يكون واحد من هالأشخاص استفاد منها والباقين صحيح الجميع ما استفاد. فهو أهم شيء أنه يعرف نوع البشرة وهل هي فعلا تستفيد ولا لا. وإذا عنده أي مشاكل البشرة الأفضل أنه يراجع المختصين طبعا، يعني يمكن هو يحتاج مثلا علاج معين، يحتاج مثلا شيء معين، يتابع مثلا دواء معين يعطونه أو كريم معين. فاحنا ما يعني هذا شيء وايد مهم، لان العنايه بالبشره يعني شيء مهم، يعني هذه يعني واجهه الانسان، صح ولا لا؟ صحيح. والاهتمام مظهره شيء زين. احيانا الانسان نفسه روحه عنده مشكله مرضيه هي اللي سببت له هاي المشكله. صحيح. مثلا هو عنده مثلا بعض المشاكل، ممكن تكون علامه صحيح لعرض معين لمشكله هو يعاني منها، ممكن يحتاج فحوصات معينه، يحتاج علاج معين. فالافضل انه صحيح فحوصات دورية مهمة جدا عشان يعرف أول شيء شو المشكلة الأساسية. لكن الاهتمام بشكل عام في البشرة لكل البشرات مهم جدا. أكيد. لكن ما نزيد منها وايد عشان ما يأثر علينا بشكل سلبي، ولا أن نستخدم مواد مصنعة كثيرة عشان بعد ما يأثر علينا بشكل سلبي تكون محددة لو توقيت معين. من كين نقول إحنا دائما نستشير الخبير في هالموضوع. أما من ناحية الأطعمة أنا دائما أقول نوعه في الأطعمة، لأن أنا أستفيد من جميع الفيتامينات والعناصر الموجودة في هاي الأطعمة عشان أستفيد منها كفائدة أحسن وتبين أصلا على البشرة على طول الشخص اللي عنده عناية البشرة. بعد ما ننسى شيء واحد، الماي. الماي إذا كان في أدي قلة في شربي للماي يسبب جفاف. صح. الماي وايد مهم للبشرة وللجسم كامل أكيد. أيوة، لأنه يروي الخلايا. أنا عندي خلايا سبحان الله هاي تموت يعني يوميا وتتجدد في الليل وقت النوم، فأنا إذا ما كان عندي جسم رويان من الماء خلال فترة النهار ما بتتجدد. عشان تلقين عند الشخص شحوب في البشرة، ما عنده نظارة. الشيء الثاني كثر استخدامي القهوة والشاي ينشف، لأنه معروف أنه في مادة عسلة تضر للبول الكافيين. فهاي إذا أنا أشرب كمية كبيرة من الكافيين والشاي تنزل السوائل وايد في الجسم، فأنا ما أستفيد. لو شرب كميات يعني لترات من الماء وأقول أنا أشرب، لكن أنا في المقابل أشرب قهوة وشاي وايد، هاي تأثر بعد على البشرة. صحيح. وما ننسى بعد وضع واقي الشمس، هذا وايد مهم. كريم، هل الكريم يعني يوميا مفروض نحطه، وعقب كل ساعتين ثلاثة ممكن نجدد نحط الكريم هذا على بشرتنا. يعني جونا ما شاء الله في الإمارات طول السنة حار. صحيح. يحتاج هذه الكريمات مش وفرة في كل مكان. أكيد أكيد. يعني إحنا نقول في نهاية فقرتنا نتمنى لكل اللي يسمعون أنهم يتمتعون ببشرة صحية حلوة ونظرة، ولا شو رأيك أستاذة فاطمة؟ أكيد أكيد، هذا أثر للجمال خاصة عند النساء. أكيد أكيد. جزيل الشكر لك أستاذة فاطمة سعيد الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، على هالحوار المفيد واللي نتمنى أن الكل استفاد منه. شكرا لك ويوم سعيد. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على رقم 4006. مشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، تعتبر مشاكل الأوعية الدموية من المشكلات الصحية المزعجة، وبالتحديد مشكلة الدوالي. وفي فقرتنا الحين بنتكلم فيها أكثر عن هذه المشكلة، مشكلة الدوالي وخاصة دوالي الساقين.
مع الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك دكتورة دينا، نورتينا في برنامج الصحة وسعادة. النور نور تختي، صباح الخير والسعادة الجميع، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا دكتورة. نحن دكتورة اليوم موضوعنا موضوع وايد مهم، يمكن الكثير من الأشخاص يعانون منه. في البداية قبل ما نتكلم عن دوالي ودوالي الساقين بالتفصيل، نبغى نعرف يعني شو أكثر المشاكل الصحية اللي ممكن تصيب الأوعية الدموية أو الأمراض اللي ممكن تسببها؟ بالنسبة للأوعية الدموية، أولا هي تشمل الشرايين، تشمل الأوردة اللي في الجسم، وتشمل الأوعية الليمفاوية. هاي المشاكل كلها اللي تصيب الجسم بالنسبة للإنسان ما يخص الأوعية الدموية، اللي إحنا نغطيها في مستشفى راشد تحديدا، ونغطي جميع مراكز الهيئة في سواء الحالات الطارئة أو المرضى داخل المستشفيات أو العيادات الخارجية. فأبرز الحالات اللي تصيب المرضى عندنا، مرضى مثلا تصلب الشرايين، اللي عندهم داء السكري، القدم السكر اللي يوم نتيجة نقص التروية، التهاب الجروح. أما مرضى دوالي الساقين طبعا فهاي مشاكل تكون وايد شائعة عند الحريم، خاصة حتى الرجالين، نتيجة القصور الوريدي. شو يعني المشاكل هاي؟ تشمل مثلا تمدد الأوردة اللي الواحد يشوفها مثلا في الريم، فيحس إن في شيء مش طبيعي في الساق، مثلا دوالي باينة مثلا بارزة زرقة بنفسجية، مرض في الريم مثلا، ألم سجل بعد وقفة طويلة، خاصة الناس اللي يوقفون فترة طويلة، طبيعة العمل مثلا، الحريم الحوامل. بعض الأحيان طبعا هيك الحالات الطارئة اللي هي جلطات الساقين، هذه نبذة بسيطة بس عن الحالات اللي احنا نستقبلها في المستشفى عندنا في قسم الأوعية الدموية. ممتاز. انزين دكتورة دينا، لو الحين نتكلم عن الدوالي، خبرينا شو أسباب الدوالي هاي، خاصة دوالي الساقين. نعم، عندنا أسباب عديدة أختي الفاضلة. السبب اللي يمكن الشائع أكثر شيء هو العامل الوراثي. تقريبا 70-80% من الناس اللي يجون يشتكون من تضخم أو تمدد الأوعية الدموية، هاي اللي هي الأوردة اللي في الساقين، نتيجة ضعف في جدار الوريد أو ضعف الصمامات اللي هي تدعم أو تضخ الدم من في الساق من تحت إلى فوق. إحنا الأوردة عادة سبحان الله هي مثل الأنابيب اللي تضخ الدم عكس الجاذبية الأرضية في الساقين، وذلك يتم بفعل الصمامات اللي موجودة. متى صار خلل في هاي الصمامات أو تمدد في الجدار أو ضعف، تتكون الدوالي هاي وتبتدي تنتفخ وتتمدد، ويصير عند المصاب المريض المصاب ورم في الساقين. عوامل ثانية مثل ما قلت من شوي اللي هي الوقوف لساعات طويلة ولا الجلسة لفترات طويلة. طبعا تعرفين في وظائف تطلب من الموظف انه يوقف لساعات طويلة مثلا، ووظائف تطلب بعد انه يجلس مثل العمل المكتبي لساعات طويلة خلال اليوم. على نهاية اليوم تبتدي الموظفة او الموظف يشتكي من ورم في الساقين، ألم، تحسين مثل ألم كأنه نبض في الساقين وسجل في الساق، تقول لك الألم يعني بصورة عامة في الساق كلها كأنه تعب، يسمونه الساق المتعبة أو الريل المتعبة. فطبعا يطلبون استشارة أخصائي الأوعية الدموية. ممتاز. إنزين دكتورة، دوالي الساقين يعني مثل ما نعرف المشكلات الصحية اللي تشهد تطورات متلاحقة في طرق علاجها، لو تخبرينا مثلا شو آخر تطورات في علاج هذه المشكلة؟ إحنا كنا في السابق نعالج دوالي الساقين على الأغلب بالعمليات الجراحية، والمريض يفضل أنه يدخل المستشفى مثلا يوم قبل ويقبل تخدير والأمور هاي كده. حاليا الحمد لله من قبل عدة سنوات كل العلاجات اللي تخص دوالي الساقين تتم عن طريق قسم جراحة اليوم الواحد. ما في مريض عندنا يدخل المستشفى ويتم في المستشفى مثلا يوم واحد أو يومين، كلها تتم خلال ساعة ساعتين ومريض يروح البيت. حسب حالة المريض اللي كان مسبقا تشخيصها في مختبر شامل عندنا في المستشفى، مختبر الأوعية الدموية،
أهم وسيلة تشخيص اللي سونار أو الموجات الصوتية. نسوي للمريض تشخيص وفحص شامل للأوعية كاملة الأوردة، وعن طريقها نحدد درجة يعني مرض دوار الساقين، عندنا من درجة 1 إلى درجة 6، كل درجة تتطلب علاج معين، فهذا يضمن الحقن من يعني الدوال البسيطة تطلب الحقن أو التثقيب، اللي أكثر الحريم مثلا يطلبون هالعلاج أو يحتاجون هالعلاج عشان نخفي أثر هاي الأوردة، فمنها طبعا كنوع من تجميلي وعلاج في نفس الوقت. أما في الدواري اللي هي تعتبر متفاقمة أو واصل لمرحلة كبيرة اللي تتعالج اللي هو العلاج بدال العملية الجراحية بالليزر أو التردد الكهربائي، هي كأنها شبيهة بالقسطرة، هذه يتم غلق الوريد أو حرق الوريد من داخل الساق بدون جراحات، بدون أي شقوق أو أي يعني جراحة، يتم خلال نص ساعة ساعة والمريض يروح البيت بسرعة بدون أي مشاكل. في بعد تقنية هاي الأحدث على مستوى العالم واللي بعد متوفرة عندنا في المستشفى اللي هي علاج بالصمت، فبدال أن الإنسان يستخدم الليزر هي تعتبر حرارة عالية أو كي للوريد من الداخل، إحنا نستخدم حاليا مادة صمغية بدون أي إبرة، بدون أي تخدير، بدون أي صعوبات. المريض ندخل واير بسيط ونحقن المادة الصمغية في الوريد كامل، بحيث أن الوريد يتقفل بالمادة الصمغية هاي بدون التعرض للحرارة الليزر أو حرارة التردد الكهربائي. هاي من أحدث الوسائل الموجودة على مستوى العالم ما شاء الله، طبعا متوفرة عندنا والحمد لله عندنا كل الوسائل الحديثة حاليا. مؤخرا في بداية الشهر بعد بالمناسبة بس حابة أني أنا أنوه، كان في حدث كبير عندنا في دبي، مؤتمر عالمي لأمراض الساقين خاصة وأمراض الأوعية الإنفاوية صار هنا في دبي. طبعا كان تزامنا مع إكسبو 2020، فتخيلي كان يعني استقطبوا دبي عشان يكون فيها مركز هذا المؤتمر عشان خصصنا يوم، وهذا أول مرة يستقطبون هذا المؤتمر هنا في دبي. صحيح في دبي أول مرة، هو مؤتمر عالمي كل جمعيات الأوعية الدموية شاركت في هذا المؤتمر، كان فيه توكبة كبيرة من الكبار جراحين كبار الأسماء على مستوى العالم من جميع القارات، من أفريقيا، من أمريكا، من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، ومن أوروبا طبعا. وإحنا طبعا جمعية الأوعية الدموية جمعية الإمارات الأوعية الدموية شاركت في هذا المؤتمر، فكان طبعا حدث كبير خاصة أن إحنا نقول نجمع جميع البلدان مع إكسبو طبعا في دبي، وخصصنا جزء من الحلقات العلمية في إكسبو نفسه في الجناح الإيطالي والجناح الإماراتي. بالتالي انت تشوفين كيف نربط احنا البلاد ونربط الخبرات تزامنا مع إكسبو، فكان لازم ان احنا يعني نسوي شيء سبحان الله خاص في بمناسبة إكسبو في دبي. صحيح، وهذا شيء مو بغريب على إمارتنا الغالي إمارة دبي، دائما هي في الصدارة في يعني كثير من المجالات ولله الحمد. انزين دكتور، يعني صدى وايد كبير في يعني بالتزامن مع إكسبو، بحيث انه كل حد شاف دبي وكل حد شاف الخبرات اللي في دبي والتقنيات العالية اللي احنا نسويها في دبي، واللي فعلا تثبت ان احنا يعني نرقى بكل مستوى الخدمات اللي عندنا والحمد لله. انزين دكتورة، نستأذن منك نأخذ عندنا اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عبد الرحمن يا أهلا وسهلا فيك برنامج صحة وسعادة. الله يكرمك، رحبك بالضيفة الدكتورة الله يحفظها. موضوع هام، أنا سؤالي من ربع ساعة داخل معكم أو أقل، بس اختصارا يعني توجيه من الدكتورة الفاضلة لحياة مثالية لا تؤدي إلى الدوار. طبعا ما أدري إذا تطرقت إلى أنه هناك له علاقة بالجينات أو وراثي، طبعا أسلوب العمل أكيد يؤثر، لكن نصائح عامة حول هذا. أمر أخير بالنسبة لطب الأسنان في هيئة الصحة، إلى الآن ننتظر إن شاء الله يكون له خطوات جبارة أكثر.
تنشر نجاحا كغيرها من المجالات، لأنه تعبانين مع المواعيد. إن شاء الله راح نوصل ملاحظاتك أخي عبد الرحمن. اتصال وما حد اتصل يعني إلى الآن. نراكم على خير. شكرا. إن شاء الله راح نتواصل وياكم ولا يهمك يا أخ عبد الرحمن. لكن خلنا ويا الدكتورة دينا الحين. دكتورة دينا، سمعتي السؤال عبد الرحمن؟ لو بس تعطينا، هو حاب يعرف شو طرق الوقاية، وحاب مثلا يعرف شو العوامل الخطورة لدوالي الساقين. نعم، دوالي الساقين إذا تعالجت بإذن الله ما فيها خطورة. فأساليب الوقاية عديدة، من ضمنها الحين احنا شخصنا المريض وعالجنا مثلا، ونشوفهم بطريقة مستمرة في العيادة عندنا، طبعا يراجعونا لصفة دورية تقريبا من 3 إلى 6 شهور. المرضى اللي عندهم الدوالي الساقين احنا ننصحهم دائما يمارسون نمط الحياة او سلوك الحياة الصحي. يعني بما ان تكلمنا ان سبب الدوالي هاي او تتفاقم الأوردة بالوقوف لفترة طويلة او لجلسة فترة طويلة في المكتب مثلا، فبالتالي احنا ننصح ان نتجنب هذا الامر. يعني نخصص مثلا 20 دقيقة في اليوم للمشي، إذا كان ولا بد أن أجلس مثلاً أكيد الاجتماعات والعمل يتطلب أن يعني أجلس مثلاً ما في ولا بد، ولكن في حركة تحريك مثلاً مش ضرير، أو الوقفة مثلاً أمشي حوالين المكتب أرد مرة ثانية، أو حتى 5 دقائق كل ساعة كل ساعتين أحرك الدورة الدموية بحيث أنا أتجنب ركود الدم في الساقين، وبالتالي تفاقم هاي الأوردة والسجل الموظف ممكن يحس فيه. صحيح. الشيء الثاني، الناس اللي عندهم مثلا الدوالي احنا دائما ننصحهم انهم يلبسون الجوارب الطاقه. هاي جوارب طبيه خاصه احنا نوصفها هنا في المستشفى، بحيث ان ضغط الجورب هذا من الخارج يضغط على الاورده، ما يسمح لها تتمدد، سواء انا لبست لفتره طويله ولا مشيت لفتره طويله ولا حتى في ساعه الرياضه، بحيث انه يتم في ضغط من الخارج يمنع الدوالي هاي او الاورده تتمدد. إنزين، في أدوية خاصة طبعًا إحنا ما بنذكرها الحين على الهواء، لكن في ناس اللي يحتاجون أو يتطلب وضعهم حسب درجة الدوالي أدوية. نعم، في أدوية تدعم جدار الوريد وتحاول يعني تساعد على ضخ الدم أحسن، وبالتالي يتجنب الإنسان الورم بالساقين هاي. ممتاز. هاي من يعني هذه أهم النصائح، واللي نتمنى أن الكل يعني سمعها وإن شاء الله يستفيدوا منها. صراحة دكتورة دينا الحديث وياك ممتع، والمعلومات اللي قدمتيها لنا جدا مهمة. الود ودنا يعني نكمل وياك، لكن وقت البرنامج قرب على الانتهاء. جزير الشكر لك الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. أتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة ممتعة. ولكم كذلك، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك. العفو، مع السلامة. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج الصحة وسعادة. نتمنى أنها نالت إعجابكم بالفقرات اللي قدمناها لكم بكل الحب. ومن منبر برنامج الصحة وسعادة حابين نقدم أجمل التهاني لأهلنا وأحبابنا في دولة الكويت باليوم الوطني 61، ونسأل الله أن يحفظهم ويديم الأمن والأمان علينا أجمعين. الحين ما بقى على انتهاء الدوام إلا ساعة أو ساعتين وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع، ومثل ما وصيكم دائما أعزائي المستمعين في آخر حلقاتنا من يوم الجمعة أنكم تستمتعون بوقتكم وتبتعدون شوي عن الشغل وضغوطاته، تهتمون بصحتكم وتتذكرون دايما أن إجازة نهاية الأسبوع لكم أنتم مهمة وضرورية لقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتكم أصدقائكم. ولا تنسون استمتعوا بزيارة إكسبو 2020، لأن قربنا نودع هذا الحدث الأروع والأجمل. لكن ما ننسى بوسط الأجواء الجميلة أنكم تلتزمون بعد بالإجراءات الوقائية، الابتعاد عن الزحمة، لبس الكمام، واللي ما أخذ بعده الجرعة الداعمة ياخذها لأنها مفيدة لصحته. كان وياكم في الإخراج الزميل وائل قواسمة والأخ عدنان محمد، والتنسيق الأخت ميرا المري، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة وسط أحبابكم، ولين ألقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.